بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 66 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف يقول: هل هذا يعتبر من عقوق الوالدين تأخير زواجي لمناسبة سنة لحين انتهاء خطيبتي من دراستها، والتي لا يمكن معها أن تقوم بأداء واجباتها بالشكل المطلوب، رغم أن والدي يريد مني أن أتزوج حالا بمجرد العقد؟ فهل تأخيري لهذا الزواج من هذه الفتاة يعتبر عقوق للوالدين، وما فضل الزواج مأجوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن المبادرة بالزواج فيها خير كثير للزوجين ومصالح عظيمة، خفض الفروج وحصول الذرية وحصول القوامة على المرأة وغير ذلك من المصالح العظيمة مهما أمكن المبادرة. لكن إذا كان هناك ظروف تقتضي التأخير الذي لا يطول فلا بأس بذلك، وليس في هذا عقوق للوالدين. وإن كان يخسان على العجلة والمبادرة فيبين لهما العذر الذي يقتضي التأخير بعض الوقت، فإذا اقتنع بذلك هذا أحسن. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة في هذه الورقة، يقول: فضيلة الشيخ، توفي أخي يرحمه الله إثر حادث انقلاب سيارة كان يقودها ما بين القرية والقرية. بالنسبة للتصدق عنه، هل يجوز أن نتصدق عنه ويصل إليه ثواب الصدقة؟ ثانيا، أقوم بالاستغفار عنه بهذه الصيغة: أستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لأخي رضوان. هل صيغة هذا الاستغفار صحيحة؟ لا شك أن الصدقة عن الميت والدعاء له والاستغفار من الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت، لما جاء في الأدلة من الصدقة عن الميت وإهداء ثوابها له. كذلك الاستغفار: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، استغفار للأموات المسلمين، ينفعهم ذلك بأي صيغة تستغفر لهم. نعم. هذا السائل للبرنامج أرسل بسؤال لفضيلتكم، يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، ما حكم من يضع الزهور أو الورود على القبور، وهل هذا وارد؟ وهل في عهد الصحابة ورد أنهم يضعون شيء من الأشجار على القبور؟ هذا بدعة ومنكر، لا يجوز، يجب المنع منه ومناصحة من يفعل ذلك، لأن هذا لا أصل له في الشرع ولا ينفع الأحياء ولا الأموات. إنما المشروع زيارة القبور للاتعاظ والاعتبار والدعاء للأموات والاستغفار لهم، هذا هو المطلوب. أما وضع الزهور والشجر وغير ذلك على القبور فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. رسالة أخرى وصلت من سائل للبرنامج، يقول: خطب أحد إخوتي من قريتنا مجرد خطبة، والآن يجلس مع أمي خطيبته ويقوم بمصافحتها ويسلم عليها، مدعيا بأنها علمه له ولم يتم العقد بعد،
ما الحكم في هذا العمل مأجوري؟ هذا العمل لا يجوز لأنها أجنبية، لأن أم المخطوبة أجنبية ما لم يعقد على بنتها، فإذا عقد على بنتها صارت من محارمه، وأما قبل العقد فهي أجنبية، لا تزال أجنبية منه، لا يصافحها ولا يخلو بها، يعتبرها أجنبية من كل الوجوه، ومجرد الخطبة لا يبيح له ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت أم إبراهيم أرسلت بمجموعة من الأسئلة عن النية، تقول: شيخ، هل هي واجبة في جميع الأمور الشرعية؟ وما معنى النية في الشريعة الإسلامية مأجورين؟ النية هي القصد، هي القصد في القلب، وهي شرط لصحة جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، أعمال العبادة لا تصح إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلتها تقول: أنا أحب قيام الليل وأنوي عدد الركعات التي سأصليها، هل ينزل للإنسان أو المرأة إذا أراد أن يقوم لليل أن ينوي عدد الركعات؟ لا حاجة إلى ذلك، صلي ما تيسر له من الركعات ويختم ذلك بالوتر، صلي من الليل ما تيسر له من عدد الركعات مثنى مثنى، ثم يختمها بركعة تسمى بالوتر. نعم. تقول: أيهما أفضل، حملي للمصحف أثناء الصلاة أو القراءة مما يتيسر من كتاب الله؟ كلاهما جائز، القراءة عن ظهر قلب والقراءة من المصحف، كلاهما جائز، لكن إذا تيسر أن تقرأ عن ظهر قلب ولا تحمل المصحف فهو أتم وأحسن، وإن احتاجت إلى حمل المصحف والقراءة منه فلا بأس بذلك. نعم. تقول: الشيخ، بالنسبة لصلاة ركعتين بعد أن أختم القرآن بعد كل أسبوع، هل يلزمني أن أصلي تلك الركعتين ثم الدعاء؟ ليس لختم القرآن صلاة، وإنما تدعو، إذا انتهى القرآن تدعو بعد ذلك لما تيسر لها، ولا تصلي صلاة تظن أنها مشروعة بمناسبة الختم، هذا لا أصل له. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو علاء من جدة يقول: شيخ، إذا اعتمر الإنسان عن أمه المريضة أو أبيه المقعد، فهل الدعاء يخص به الوالدين أو وهل له أن يدعو لنفسه؟ النيابة في النسك من حج أو عمرة تكون في أعمال الحج والعمرة في المناسك، أما الدعاء فإنه يكون مشتركا بين النائب والمنوب عنه، فيدعو لنفسه ويدعو للمنوب عنه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل أيضا في الفقرة الثانية عن متى تبدأ مواقيت الحج الزمانية، وما معنى الزمانية، والفقرة التي بعدها يقول: ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت؟ قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه كلها وقت للإحرام بالحج، متى أحرم بالحج في أولها أو في وسطها أو في آخرها انعقد إحرامه، وهذا معنى المواقيت الزمانية، أي الأشهر التي يشرع الإحرام بالحج فيها، ولا يحرم بالحج قبلها، كان يحرم بالحج في رمضان مثلا، لا يحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لظاهر الآية: الحج أشهر معلومات. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخ، قال لي أحد الزملاء في عملي: لا تداوم على صلاة الوتر حتى لا يكون واجبا، فأنا أداوم على صلاة الوتر ولكن بعض الليالي لا أصلي، فهل يجب علي أن أصلي ذلك ليليا؟ هذا الكلام من جاهل، الوتر يداوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوتر وقال: أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، كان يداوم على الوتر على ركعتي الفجر، الركعتين
سنتين قبل الفجر الراتب. فهذا الذي قال لك لا تداوم عليه هذا جاهل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: دعاء الاستفتاح ما هي صيغه؟ وهل هو عبارة، وهل هو استفتاح واحد؟ وهل هو واجب في صلاة السنة؟ الاستفتاح هو الدعاء الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام قبل قراءة الفاتحة، وقد وردت له صيغ كثيرة، أشهرها: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. ومنه في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي كما بالماء والثلج والبرد. ومنها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وورد أيضا صيغ أخرى تراجع في مظانها. فبأيها استفتح الصلاة فهذا مشروع، ولكن أكثرها استعمالا وأحسنها الأول: سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. فقرته الأخيرة في هذه الرسالة الطويلة يسأل عن متى موعد ساعة الإجابة يوم الجمعة، أو أن يوم الجمعة جميع الساعات فيها وقت إجابة، وما حكم ترك الاغتسال لهذا اليوم؟ مأجورين؟ ليس كل ساعات يوم الجمعة وقت إجابة، إنما الإجابة مخصصة في ساعة منه ولكنها خفية خفاها الله جل وعلا. قد اختلف العلماء في تحديدها على ما يزيد على 40 قولا، وأقربها أنها آخر النهار قبيل غروب الشمس بيسير، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقيل إنها من حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى صلاة الجمعة. نعم. وبالنسبة للاغتسال يوم الجمعة، الاغتسال يوم الجمعة سنة مؤكدة، يغتسل إذا أراد الذهاب إلى الصلاة، يغتسل ليتنظف ويتهيأ للصلاة وليزيل الروائح العالقة بجسمه من عرق ونحوه. نعم. جزاكم الله خيرا. الفقرة الأخيرة يقول شيخ: بالنسبة للخطبة يوم الجمعة بغير اللغة العربية، لأن الحضور ليس بعرب ولا يعرفون اللغة العربية، وما حكم ترجمة اللغة العربية إلى لغات أخرى؟ الأصل أن الخطبة، خطبة الجمعة، تلقى باللغة العربية إذا كان الحاضرون أو أكثرهم يفهمها، أما إذا كان أكثر الحاضرين أو كلهم لا يفهمونها فإنها تلقى بلغتهم التي يفهمونها. وإذا ألقيت باللغة العربية وترجمت إلى اللغات الأخرى فهذا جائز لأجل البلاغ والإفادة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا أبو عبد الله أرسل بمجموعة من الأسئلة، يسأل يقول: في وقتنا الحاضر ومع الرفاهية عند بعض الناس، اقتنى البعض من الناس الكلاب والقطط في بيوتهم. هذه القطط والكلاب فضيلة الشيخ، هل هي طاهرة أم نجسة؟ وهل تؤثر في الوضوء؟ أما القطط فيجوز اقتناؤها وهي طاهرة، هي طاهرة، ما شربت منه وأكلت منه سؤرها والباقي بعدها طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الهرة إنها ليست نجس، إنها من الطوافين عليكم. وأما الكلاب فهي نجسة ولا يجوز اقتناؤها في البيوت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ومن اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط كما في الحديث. إلا أنه رخص في اقتناء الكلب لأحد 3 أمور: إما لحراسة المزرعة، أو لحراسة المواشي، أو للصيد. 3 هذه الأمور يباح اقتناء الكلب فيها. نعم. يقول: استفسر من الشيخ، قرأت حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداها بالتراب. نعم، الحديث صحيح برواياته، ويجمع في غسل ما ولغ فيه الكلب
الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات ويعفر في التراب في إحداها أو في أخراها أو في أولاها على حسب الرواية. المهم لازم من استعمال التراب في غسل الأصبع في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. والحكمة في ذلك من أجل أن يجمع بين الطهورين الماء والتراب، مما يدل على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ أبو محمد يقول: فضيلة الشيخ صالح، عندي شلل في جسمي وبيتي قريب من الجامع في حارتنا، وصعب علي الحضور إلى الجامع يوم الجمعة حيث أسمع صوت الإمام والخطيب، فهل أصلي في بيتي مؤتما به لأن بيتي خلف المسجد مباشرة؟ أما سماعك للخطبة استفادة منها فهذا شيء طيب، وأما صلاتك وحدك في بيتك مع الإمام فهذا لا يجوز، تصلي لنفسك ولا تصلي مع الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل صحيح بتخصيص أداء العمرة يومي الاثنين والخميس لفضلهما؟ فقد قال لي أحد الإخوة بأن هذه من الأيام الفاضلة والعمرة فيها مضاعفة. لم يرد في تخصيص العمرة ليوم الخميس والجمعة، لما أعلم لم يرد دليل على ذلك، ولكن الذي ورد في الخميس هو أنه يصام تطوعا، يوم الاثنين والخميس يصام كل منهما تطوعا، هذا الذي ورد، وأما الاعتمار فيهما فلا أعرف له أصلا. نعم. أبو شامي سوداني مقيم بالرياض يقول: أقرأ الآية الكريمة وأريد منكم التفسير لها مأجورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، الآية ظاهرة في أن من بلغه أمر الله أو أمر رسوله وجب عليه الامتثال والمبادرة بالامتثال، وهذا مما يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب ولا يجوز له المخالفة، وهو يقدر على العمل بالأمر. قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا، يدل على أمرين: الأمر الأول وجوب المبادرة بامتثال أمر الله ورسوله مهما استطاع الإنسان، والأمر الثاني وهو أصولي أن الأمر يفيد الوجوب وهو الأصل فيه، إلا إذا دل دليل على أنه يفيد الاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أبو عبد الله من القصيم يسأل عن موجبات الغسل وما صفته. موجبات الغسل كثيرة، منها الجنابة ومنها الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، ومنها الاحتلام، ومنها إذا الموجبات والمستحبات، يستحب الغسل يوم الجمعة، ويستحب الغسل في يوم عرفة وإلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو عمار يسأل يا شيخ عن زكاة الرواتب الشهرية، ما كيفيتها إذا كانت تجمع على مدار السنة في البنك؟ الأصل في المال إذا بلغ النصاب فأكثر أن يزكى عند تمام الحول عليه، ولكن الموظف الذي يوفر من كل شهر مبلغا ويشق عليه أنه يزكي كل ما تم حوله من هذه المبالغ، فإنه يجعل موعدا من السنة مخصصا يخرج فيه زكاة الجميع، مثل رمضان مثلا يزكي جميع ما اجتمع لديه ما تم حوله وما لم يتم حوله إلى تمام السنة من القابل، وبهذا يؤدي زكاته ويستريح من التعب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت أم رام تقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن الأجر المترتب للمرأة الذي يكتب لها أثناء ولادتها الطبيعية، هل يكتب للمرأة أيضا أجر عندما تعمل عملية قيصرية؟ هل الأجر واحد أم فيه اختلاف؟ الولادة فيها مشقة وفيها خطر، ولذلك عظم الله حق الأم ووصينا الإنسان لوالديه: حملته أمه وهنا على وهن فصاله في عامين، حملته أمه كرها
وضعته كرها، فهي تؤجر على المشقة التي تصيبها عند الولادة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أخت سائلة تقول: توفي زوجي قبل الدخول بي، هل يلزمني عدة وماذا يترتب على ذلك مأجورين؟ إذا كان عقد عليها تم العقد ثم توفي قبل الدخول فإنها زوجة، لها الميراث وتلزمها العدة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو مهند من المدينة النبوية يقول: الواسع والمنان من أسماء الله الحسنى، ما معنى هذين الاسمين؟ الواسع الذي وسع كل شيء برحمته وبعلمه وبقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى، والذي وسع أعمال عباده ويعفو عن سيئاتهم ويتقبل حسناتهم، والمنان معناه المعطي، كثير المن والعطاء والرزق. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في برنامج نور على الدرب مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء مع فضيلته إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.